السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب كل اللي يشوف الفيديو ده يكون بصحة وخير وسعادة، وتدوم عليكم الضحكة وقلوبكم الطيبة، يا رب تكون دايما معي. دلوقتي احنا واحنا في العتبة لازم افوت على شارع بيبرس، فقلت اصور لكم عند احمد عبد الرازق، والعنوان اهو في اوله. وانت رايحة الازهر، اي عربية رايحة الازهر قولي نزلني شارع بيبرس، هيقولك الشارع مدخله من هنا، تنزلي وتدخلي لغايه الاخر لغايه ما يقابلك المبنى القديم ده عند اولاد نجيب سليم، تكسري يمين هتلاقي نفسك عند احمد عبد الرازق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم نوعات اخر العنقود. اكيد كلكم عرفتوا انا فين، كله بيقولي صوري تاني عند مجمع التواب الاستاذ احمد عبد الرازق، صورش معاه قبل كده. انا بقى جيت عنده النهارده عشان اصور لكم الثري دي باسعاره جوه التوب بكام، وكمان الخامه بتاعته اللي هو الشريطه السوداء اللي زي ما احنا كنا متفقين عليها، في شريطه سوداء عليها تاك كده وفي جاكوار. فانا كل ده هبينه لكم وداخل الفيديو مع استاذ احمد. بصوا الشكل ده، المورد ده حلو قوي، ده لو اتعمل كنب بلدي. احنا متفقين ان احنا هنعمل كنب بلدي قريب قوي، انا والجروب بتاعي نجيب توب ونقطعه مع بعض كده ونعمل كنب بلدي. فده حلو قوي، غامق ويستحمل، لاني قلت لهم على شكل قبل كده قالوا لي حلو بس ده في غامق اهو، خلاص نجيب منه. في اشكال حلوه اهي، هوريكم كل الجديد عند استاذ احمد عبد الرازق، فما تستعجلوش على رزقكم، كلكم كده تبقوا معايا. ويا ريت بقى تحطش لايك عشان خاطر كل جديد يوصلك، لو ما اشتركتيش في القناه اشتركي. عامل ايه؟ قفشناك. كل سنه وانت طيب. انت قلت في جديد نزل في الثري دي ولا البركان؟ الاثنين بس، البركان ان شاء الله لسه هنستلم الاسبوع الجاي حاويه كامله. حاويه كامله الاسبوع الجاي، بس اكيد برضو في جديد عندك جزء. في شويه خلاص نصورهم عندك النهارده لغايه ما يجي لك الجديد الاسبوع الجاي. ما شاء الله الحمد لله، يعني في 198 ما شاء الله. الحمد لله استلام يومي ما شاء الله. ما انا شايفه اهو، بس ان هو ما شاء الله. بصوا الاوردرات اهو، استنى بس عليا يا استاذ احمد عشان بس الناس تعرف الاوردر رايح لهم ازاي. بيبقى في الشوارع اهو والتواب متقفله اهي، بتيجي كده بالمنظر ده، دي كده تواب اهي مسافره. معلش يا استاذ احمد قطعتك. باذن الله كل يوم في استلام. النهارده ان شاء الله جاي لي حوالي 65 رسمه جديده باذن الله. ماشي. الشغل قدامك الحمد لله في استلام يوميا ما شاء الله. الحمد لله مصر كلها عارفه ما شاء الله. الشغل والالوان والرسومات من فضل ربنا ومن فضل الله علينا، دايما دايما اي جديد في السوق بس، وان شاء الله يعني ربنا يقدرنا ونطلع على حسن ظنك يا رب ان شاء الله. واحنا نبتدي كده نروح المخزن بتاعك اللي جوه، وانا هخش انا اتجول. ايوه طبعا انا مش غريبه، انا هخش واتجول بقى. بصوا المكان اللي احنا كنا بنقص فيه القماش بتاع الخياميه والتواب اللي لما بنجيبها بنخلي عم اسامه المنور في الوش ده. عامل ايه يا عم اسامه؟ كل سنه وانت طيب. عامل ايه؟ ربنا يخليه. وادي المخزن بتاع عم احمد عبد الرازق، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يعني عندك الكنار الواحد واثنين كنار؟ عندي 15 لون في الكنار الواحد وثمان الوان في الاثنين كنار. يعني التوب عامل كام متر؟ التوب 21 متر. والمتر واقف بكام؟ نقول ولا؟ هنقول يا باشا. هنقول يعني؟ هتكسر الدنيا في الاسعار. هتكسر الدنيا في الاسعار؟ طب قول لي المتر. 28.5 الكنار الواحد. 28.5 الكنار الواحد. و30.5 الاثنين كنار. و30.5 الاثنين كنار. والوان بوم. الالوان كلها يعني كل تطريزه مقول الوانها. الزاري والنبيكي والاحمر والاصفر والاورنج. سامعين؟ ب 28 في التوب الكنار الواحد 28.5، والكنارين قلت لي كام؟ 30.5، 30.5 الكنارين وال 21.5. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله ربنا يزيدك من نعيم الله. احنا هنستنى مع بعض شويه بس يوسعوا لي مكان اقدر اقف فيه، واوريكم التواب الجديده في البركان. باشا بقى بص الجديد بقى. الجديد. رسومات البركال اللي احنا كنا منزلين منها في شغل البركال. واحد اثنين ثلاثة، ولسه في حوالي 15 رسمة كانوا معمولين في البركال عملتهم من على الثري دي. تمام. خامة والوان ورسومات احسن من البركال كمان. ده حقيقي ده؟ وقعوا ان شاء الله. ده وقعوا خلاص يا عم احمد. ده وقعت له الجزء ده كله. اعرف ان هو هيتباع. ان شاء الله باذن الله، حطيت ايدي عليه يا عم احمد. ايوه يا باشا كله اتباع. ربنا يخليك. كابتن والنبي زق لي الرصه دي كده شويه من تحت عشان هتقع. مايله. ماشي هنقفل لغايه ما يرصوها وبعد كده نكمل معاكم. يعني اللي على الارض ده كله 3 دي.
باشا كل اللي قدامك 3 دي، كل اللي على الارض 3 دي. هو لسه هيطلع لي البركال بس ايه يعني، هو قال لي الرسمه دي عمل هو منها، شايفين اهي دي رسمه بركال، دي رسمه بركال وعمل منها 3 دي، دي كمان ودي في منها في البركال واتعمل منها هو 3 دي اهو. وبرضو انا عايزه انوه عن حاجه، الشريطه دي عليها تاج، في ناس قالوا لي يا دعاء احنا ايه واخدين على الجاكوار، فدلوقتي انا عايزه افهم بقى الحته دي. عايز اقول لك ان انا عندي شريط اسود ساده، ودي كمان كانت بركال واتعملت 3 دي. دي كانت بركال واتعملت 3 دي تمام. في عندي شريط اسود انضف من دي، صورتها وريهيني يا عم احمد كده، انضف من البركال، انضف من الجاكوار وانضف من التاج. تمام. بص يا رشا، جميله كلها بوزن الثوب، وزن الثوب يعني الخامة تمام ولا خفيفة، التلوين جاي الألوان بتاعتها صح ولا بهتانة، ده الموضوع. ما يهمكيش الشريط، ممكن أنا عملت شريط باسم. طب معلش الشريط، الشريط الأبيض ده إيه؟ لا، في شريط أبيض بركال وفي شريط أبيض في الثري دي مضروب. أيوه هو ده اللي أنا عايز أعرفه. خدي بالك، الشريط الأبيض في الثري دي مش حلو. الشريط الأبيض ده بتاع البركال بس، عارفة لما واحد يجي يبقى عامل حاجه في حاجه تعبانه قوي وعايز يأفور عشان يحليها قوي فتبوظ منه. ايوه، وهي كده بيعمل شريط ابيض على الثري دي عشان قال ايه ده نوع نضيف قوي زي البركال فباظت منه. تمام، بس هننوه عن الحاجات دي. ده بقى باقي التشكيل بتاع البركال، احنا استنينا لغايه اما يرصهم عشان خاطر نعرف التشكيل اللي عنده ايه. هوريكم شكل من البركال وموجود عنده. الطوب يا جماعه عامل 1050، في كام متر؟ في 50 متر، المتر واقف 21 جنيه داخل الطوب. بصوا الشكل ده، طبعا انا مش هعرف اعوج الكاميرا عشان تعرفوا تشوفوها كويس، الشكل ده اهو. وعلى الحقيقه اهو انا هبعتها لك تنزل على الجروب، ان هو هيديني الرسومات هنزلها على الجروب، يعني اللي معايا في الجروب هم اللي هيشوفوا الرسومات. وبرده الجديده عنده اول ما ينزله اهي، اول ما ينزل الجديد من البركال هاجي واصوره لكم. بس في ناس كتير قوي بيقولوا انت مخصمه استاذ احمد عبد الرازق ولا ايه؟ فانا مش مخصماه ولا حاجه، بس انا جيت اهو. لا لا لا، ربنا يديهم معروف. اهو ده الشكل بتاعه، ده جميل قوي الموف ده. بصوا في شكل تاني اهو، مش هنقطع الكيس عشان الراجل صعبان عليه الاكياس، بس اتقطع عشان هو شويه يتبهدلش. في ورد اهو، في اللي عليها فراشه دي حلوه قوي، خلينا نشوف الرسمه بتاعتها. يعني شايلنا استاذ احمد الطوب، بصوا شايلنا هو اللي مخصوص عشان اوريكم الرسمه. بصوا استنى، انت عديت دي ليه؟ ماشي، دي برده حلوه قوي، معلش خليني اجي كده اوريها لهم. دي جميله قوي، حلوه ولونها مبيتي، وحتى نفس الدرجه، تحس ان اللي في الصوره هو نفس الدرجه. هي لي 38 رسمه، 38 رسمه فيها شويه شغل ورق يعني. تمام، انا هستناها دي عشان فيها رسمه انا وريتها لك ان انا عاوزاها. احنا شفنا الفراشه، اجي يا استاذ احمد. دي رسمه برده بس دي ورده. ورده، ورده والارضيه سوداء، الارضيه سوداء. احنا شفنا دي ما شفناش دي، انا بوريهم على قد ما اقدر الاشكال بتاعتها اهي. شفنا احنا الحمرة دي، دي جميله قوي، دي جميله قوي بجعه. شفتها في اللهم صل على النبي، الثري دي بس شكل تاني. لا ما فيش، قصدي بجعه كانت في الثري دي. دي بقى في البركال بس ارضيتها بيضة. دي موضوع تاني. وريني انا ايه اللون الغريب ده، معلش بقى وريني البوست بتاعه. معلش وريني البوست بتاعه عشان انا مش فاهمه لها صراحه. دي نصين. لا استنى، انت اسحب واحده. الكيس الكيس مش مخليها باينه. لا بجد جميله، شايفين رسومات راقيه قوي في البدايه. اسمها الستاره وهو فيها التضليعه دي. لا حلوه قوي، بصوا يا بنات جميله قوي دي. رسومات كلها جديده، 38 جداد. تمام، هو كان عنده يا جماعه التشكيل كله بس الحمد لله رب العالمين طلع، فهو بيقول لي الجديد جاي ان شاء الله في الحاويه الجايه. ده كده بركان، قلنا البركان ب 21 جنيه في الطوب، حلو قوي برده لونها فوشيا دي. دي بقى لازم توريه البوست بتاعها، معلش يا استاذه. بصوا شكلها عامل ازاي، انا حبيت اوريها لكم واطلع من الطوب لان الطوب بتاعها فعلا شكله حلو قوي اهو، هي والطوب جنب بعض فعلا هي شكلها حلو قوي، شايفينها جميله التضليعه بتاعتها وجميله كده. خلاص خلصنا الجوله بتاعتنا النهارده عند استاذ احمد عبد الرازق على وضعنا ال 3 دي بجميع الوانه واشكاله، والخامه بتاعته حلوه جدا ب 18 جنيه جوه الطوب، البركال ب 21 جنيه جوه الطوب، ده 50 متر وده 50 متر. سؤال بقى اخير،
انا دلوقتي عرفنا ان الجاغوار مش ضروري الاقي على الشريطة السوداء كلمة جاغوار، تمام؟ اللي هو التاج ده او جاغوار نفس الخامة، تمام. الشريطة البيضة بقى، بص يا باشا، في ناس عملت شغل 3D زي ما تقولي خامته خفيفة شوية، تمام، فحب يجود، فحط له شريط ابيض على اساس ان هو يوري الزبون ان ده شغل عالي، زيه زي البركان، تمام. فزي ما تقولي لبس في كده الموضوع، ماشي. بتاع البركان معروف شريط ابيض، الثري دي شريط اسود، وشريط التاج، وشريط الجاغوار. الجاغوار في ناس معينين، مستورد معين منزل حاجات بشريط نيو سيمبل، مكتوب عليه نيو سيمبل، نيو سيمبل بالانجليزي، ايوه زي الساري، ايوه بالظبط نفس الاسم ده، بيحاول برضه هو بيعمل ايه شغل لنفسه هو، لكن الاساسي في الثري دي زي ما انتم شايفين كده، انما الشريطه البيضاء اساسي في البركان. عشان الناس حاجه، احنا من فتره لما صورت عندي من حوالي 7 8 شهور كان الجاغوار بسعر وكان العادي بسعر، ايوه صح صح، دلوقتي اصبح كله زي بعض في الثري دي، احنا بنستلم الجاغوار بسعر العادي، حتى الرسمه الجديده اللي نازله بنفس السعر ان شاء الله باذن الله. يعني الاول كان في اختلاف فعلا جنيه، ان شاء الله باذن الله المفاجاه اللي انا ما قلتلكيش عليها شخصيا ومستني اقولها لك في الفيديو، باذن الله منزلين شغل بركال، ان قدرنا ربنا هنبيعه بسعر الثري دي، ما شاء الله ما شاء الله. وبركال بركال هتشوف يا باشا، هتشوفي وزن الطوب ده من ده، وهتشوفي رسومات ده من ده، خلاص انا هستنى، ان قدرنا ربنا يا رب ان شاء الله، يوم ما هيزيد هيزيد نص جنيه، حاجات بسيطه كلام فاضي يعني، تمام. ان شاء الله على طول كل اسبوع عندي فيه جديد، خلاص تمام، انا بستلم يوميا او يوم ويوم، بس ان شاء الله هتلاقي كل اسبوع فيه موضوع تاني خالص، كانك دخلتي مكان والاسبوع اللي بعده دخلتي مكان تاني، خلاص تمام، بامر الله هتلاقي عندنا شغل جديد دايما، وفي تطور بامر الله وبدعواتكم باذن الله. خلاص انتظروني بقى في فيديو قادم مع استاذ احمد عبد الرازق، وشاكرين جدا لحضرتك خدنا من وقتك كتير، ربنا يعزك يا رب، السلام عليكم.